بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في المحاضره دي هنتكلم عن الامبيدد اوبريتنج سيستمز او الاوبريتنج سيستمز في حاله الامبيدد سيستمز او اللي بيميز الاوبريتنج سيستمز في حاله الامبيدد سيستمز. هنتكلم عن الفور جراوند والباك جراوند سيستمز، هنتكلم عن الريال تايم كيرنلز، وهنتكلم عن ار تي يو اس ريال تايم اوبريتنج سيستم، وهنتكلم عن الكريتيكال سيكشنز، وهنتكلم عن التاسك مانجمنت. تمام، طبعا معظم المفاهيم في المحاضره دي ما هياش جديده عليك، معظم المفاهيم دي انت درستها قبل كده في ماده الاوبريتنج سيستمز، بس هنركز على اللي بيميز الاوبريتنج سيستم في حاله الامبيدد سيستمز. في البدايه عندنا الفور جراوند والباك جراوند سيستمز. ايه المقصود بالفور جراوند وايه المقصود بالباك جراوند؟ فبيقول لي سمول سيستمز اوف لو كومبلكسيتي ار تيبيكالي ديزايند از فور جراوند باك جراوند سيستمز اور سوبر لوبس. طبعا السوبر لوبس اتكلمنا عنها في المحاضره الاولى. طبعا سمول سيستمز اوف لو كومبلكسيتي اللي هي السيستمز اللي بتؤدي وظائف محدوده او محدده. تمام، من امثلتها طبعا الكلاسيكال امبيدد سيستمز. بيقول لي ان الابلكيشن بيتكون من انفينيت لوب. تمام، والانفينيت لوب دي بتكون مجموعه من المودولز او التاسكس. تمام، يبقى الانفينيت لوب فيها مجموعه من التاسكس، الانفينيت لوب اللي هي السوبر لوب. تمام، طبعا التاسكس دي تو بيرفورم ذا ديزايرد اوبريشنز، والانفينيت لوب التاسكس اللي بتنده لها دي عباره عن الباك جراوند. تمام، طيب في حاجه اسمها الانتربت سيرفيس روتين. وظيفه الانتربت سيرفيس روتين انه بيهندل الاسينكرونس ايفنتس. اسينكرونس ايفنتس، تمام. طيب الاسينكرونس ايفنتس اللي بيهندلها الانتربت سيرفيس روتين دي بتمثل الفور جراوند. يبقى الباك جراوند عباره عن انفينيت لوب، تمام، بمجموعه من التاسكس. تمام، والفور جراوند عباره عن الاسينكرونس ايفنتس اللي بيهندلها الانتربت سيرفيس روتين. تمام، طيب فور جراوند ممكن نسميها is also called interrupt level. تمام، والباك جراوند نسميها التاسك ليفل. تمام، طبعا وظيفه الانتربت او اللي بيميز الانتربت، تمام، او الميزه في الانتربت انه بيسمح للمايكرو بروسيسور انه يعمل بروسيسنج للايفنتس لما بتحصل. تمام، بطريقه اسينكرونس. طبعا ده بيوفر وقت المايكرو بروسيسور، طبعا بيوفر وقت المايكرو بروسيسور بدل ما يفضل كل شويه يعمل تشيكينج لوكينج ات يشوف الايفنت حصل ولا لا عشان يهندله. تمام، فهو بيهندل الايفنت لما بيحصل الايفنت او الانتربت. تمام، طبعا عندي السيستم بتاعي بيتكون من جزئين، الباك جراوند والفور جراوند. تمام، الباك جراوند عباره عن السوبر لوب فيها مجموعه من التاسكس. تمام، والفور جراوند اللي بينفذه او بيهندله الانتربت سيرفيس روتين. تمام، طيب بيقول ان كريتيكال اوبريشنز او الوظائف المهمه المفروض تبقى موجوده في الفور جراوند. تمام، طيب ايه المشكله بقى اللي هتحصل لو ايه او ليه اصلا بحطه اصلا في الفور جراوند؟ بحطه في الفور جراوند لان انا بحاول اضمن او اعمل انشور انها هتحصل، انها تايملي فيشن. يعني ايه تايملي فيشن؟ يعني حاجه مهمه المفروض احطها في جزء انتربت. تمام، ليه؟ عشان يكنسل الجزء بتاع الباك جراوند، يهمل جزء الباك جراوند وينفذ للفور جراوند، بعد كده يرجع يكمل الباك جراوند. لان لو الجزء المهم بتاعي موجود في الباك جراوند، تمام، فبالتالي انا مش هنفذ الجزء ده، او الجزء ده مش هتنفذ الا لما يجي دوره في الباك جراوند. فممكن ياخد وقت على ما يوصل للباك جراوند. تمام، او على ما يوصل للجزء ده او دور الاوبريشن دي في الباك جراوند. لكن لما تبقى موجوده في الفور جراوند فهو هينفذها، بعد كده يرجع يشوف اللي موجود في الباك جراوند. تمام، طيب طبعا هنا بيتكلم على الجزئيه دي. however if you defer the work to be done to the background، لو انت الجزء المهم ده حطيته في الباك جراوند، that work will not be processed until the background routine gets its turn to execute. تمام، يبقى الجزء ده مش هيتنفذ الا لما يجي دوره في الباك جراوند. تمام، which is called the task level response. يبقى response في الحاله دي بنسميه task level. تمام، the worst case task level response time depends on how long a background loop takes to execute. يبقى انا المفروض اللي هيأثر على response time ده اللي هو الوقت اللي هتاخده الباك جراوند عشان ايه تعمل اللوب لحد ما ترجع للجزء اللي انا ايه اللي انا مهتم بيه دلوقتي. since the execution time of typical code is not constant. طبعا ال execution time ما هوش constant، ممكن تاخد وقت في تنفيذ التاسك دي، ممكن تكون تاسك مستنيه انبوت معين، فالجزء المهم بتاعك مش هيتنفذ الا لما يعدي على كل اللي قبله. تمام، طيب طبعا هنا بيقول لي the time for successive passes اللي هو الجزء اللي هيعدي على اللوب دي كل مره بيعدي عليها بيتعتبر باس. تمام، so a portion of the loop is non-deterministic. non-deterministic يعني مش بتحصل كل مره في وقت معين، لا ممكن الوقت يختلف على حسب حاله السيستم بتاعك. furthermore if a code changed، برضه بالإضافة لو الكود اتغير، الكود بتاع ال background، the timing of the loop is affected. طبعا التايمنج هيتغير. طبعا بيقول لي most high volume and low cost microcontroller based applications زي microwave ovens و telephones والحاجات دي، بيقول لك are designed as foreground background systems.
طيب الحاجات المهمة بيحطها في الفور جراوند، والحاجات اللي هي الروتينية بيحطها في باك في الباك جراوند. الحاجات المهمة في الفور جراوند والحاجات الروتينية في الباك جراوند. طيب بعد كده في حاجة اسمها الريال تايم كيرنلز. طبعا مفهوم الكيرنل ما هوش جديد عليك، المفروض درسته في الاوبريتنج سيستم، بس في الريال تايم كيرنل. طيب الريال تايم كيرنل او الكيرنل ده عبارة عن سوفت وير، بس سوفت وير بيميزه ايه؟ انه بوتنشالي ويز هاردوير بريفليج، يعني ليه سماحيات معينه ممكن يتحكم في الهاردوير، ذات مانجز ممكن يتحكم في التايم والريسورسز اوف الريسورسز بتاعت مايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر، تمام، او ديجيتال سيجنال بروسيسور، تمام. والاستروف فانكشنز بروفايدد باي ذا كيرنل يو بيزيكلي سبليت ذا ورك اوف ذا بروسيسور انتو تاسكس، المفروض جزء الشغل البروسيسور هيتقسم مجموعه من التاسكس، تمام، each responsible for a portion of the job، تمام. التاسك ايه المقصود بالتاسك؟ also called thread، تمام، هو الجزء اللي انت هتنفذه، ده عباره عن simple program that thinks it has the central processing unit. يبقى كل تاسك بيخيل كده للتاسك او التاسك اللي بتتعامل مع السنتر بروسيسور كانها هي اللي بتمتلك السنتر بروسيسور لنفسها، تمام. طيب on a single CPU only one task can execute at any given time. لو عندك CPU واحد، تمام، طبيعي ان في تاسك واحده بس هي الاجزاء من الكود او اجزاء من الانستراكشنز بتاعتها هي اللي بتتنفذ في وقت معين، تمام. طيب وليه التاسك بي thinks it has the central processing unit؟ بسبب حاجه اسمها المالتي تاسكينج اللي هتكلم عنها دلوقتي. بيقول the main function of the kernel the management of tasks، يبقى وظيفة الكيرنل انه بيعمل management للتاسكس دي، تمام. طيب management بتاع التاسكس دي بنسميه multi tasking، تمام. multi tasking، تمام، is a process of scheduling اللي هي عملية الجدولة and switching the CPU between several tasks. جدولة اللي انت بترتبها على حسب الأولوية، مين هيخش قبل مين ومين بعد مين وهكذا، تمام. و switching مين الـ مين ال CPU هي انهي تاسك من التاسك دي اللي هيتولاها الـ CPU في وقت معين. The CPU switches its attention between several sequential tasks، تمام. Multitasking provides the illusion of having multiple CPUs. انت بتهيألك ان في اكتر من CPU، هنا بكل CPU مثلا ماسك ايه تاسك من التاسكس دي، تمام. And maximize the use of CPU. One of the most important aspects of multitasking is that it allows application programmer to manage the complexity inherent in real-time applications. ده بيوفر على البروجرامر انه يقسم الابليكيشن او السيستم بتاعه او السوفت وير بتاعه لمجموعه من التاسكس، تمام، وبعد كده هو السيستم او الكيرنل هو اللي هيتولى موضوع السكيدولينج ده بنفسه، تمام، بدل ما يعمل له سكيدولينج مانوالي، فهو الكلام ده بيتولى الكيرنل وينفذه dynamically، تمام. طبعا في حاجة اسمها real time kernels، طبعا في حاجة اسمها preemptive kernels، تمام. بيقول لي most real time kernels are preemptive، تمام. يعني ايه preemptive؟ which means that the kernel always runs the most important task that is ready to run. يعني لو في task ليها priority أقل من task تانية، فأول ما تيجي ال task اللي ليها priority أعلى فبتعمل preempt، تمام، بتاخد تتولى ال CPU، تمام، والكود بتاعها او جزء الانستراكشن بتاعها هي اللي بتتنفذ، وبعد ما تخلص ترجع للو بريوريتي تاسك، تمام. طيب يبقى في البريمتيف كيرنلز، تمام، وهي بيقول لي معظم الريال تايم كيرنلز عباره عن بريمتيف كيرنلز، تمام. بريمتيف كيرنلز معناها ايه؟ اللي هي الامبورتنت تاسك هي اللي هتبقى شغاله في الوقت ده، تمام، لحد ما تخلص. طيب Kernels are also responsible for managing communication between tasks. يعني communication between tasks يعني التاسكس دي بترسم مجموعة من الرسائل بينها وبين بعض، تمام. الرسائل دي ممكن تكون عبارة عن متغيرات اتغيرت، تمام، دي إشارة إن في متغير مثلا غيرت التاسك دي، تمام. Managing system resources، resources ممكن تكون عبارة عن memory وال input output devices، تمام. Kernel adds overhead، overhead يعني بيشغل جزء من السيستم. Because services provided by the kernel require time to execute، يبقى حتى الكيرنل نفسه اللي هو بيتحكم في الليلة دي كلها برضه بياخد ايه جزء من وقت البروسيسور، تمام. The amount of overhead depends on how often the services are invoked. لو انت بتطلب سيرفيس كتير من الكيرنل، فالكيرنل هياخد وقت من وقت البروسيسور، تمام، او المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر. بيقول ان ويل ديزاين ابلكيشن كيرنل يوزز بتوين 2% to and 4% of سي بي يوز تايم، تمام. طبعا اللي بيقول لك الويل ديزاين ابلكيشن، لو الابلكيشن متقسم مظبوط، تمام، فالمفروض الكيرنل اللي هياخد وقت ما بين 2% ل 4% من السي بي يو تايم. هل سنس الكيرنل از سوفت وير؟ بيقول لك الكيرنل ده عباره عن سوفت وير، فالمفروض هياخد جزء من الروم، تمام. الروم ده بتاخد الجزء اللي هو الكود سبيس، تمام. الروم بتبقى بيرن، تمام، والجزء اللي فيها ما بيتغيرش ريدبل، تمام.
يتقلم ما يتغيرش الا في وقت معين، تمام. طيب بعد كده الرام دي ممكن ايه تشيل داتا، تمام. طيب however in return for the small amount of overhead، على الرغم انه بياخد جزء من وقت المايكرو بروسيسور، you get better determinism، تمام. انت بتضحي بجزء من وقت البروسيسور، تمام، ومساحة البروسيسور، بس بيدي لك الديترمينيزم. ايه الديترمينيزم؟ you can break your application into smaller more manageable pieces. It is a lot easier to reassign priorities in software than in hardware، تمام. طيب انت بتحدد الفانكشن او التاسكس اللي هتحصل، دي هتحصل في وقت معين وبريورتي معينه، تمام. even dynamically adjust priorities at runtime، يبقى انت بتحدد البريورتيز دي، الاولويات بتاعه التاسكس دي في الران تايم، اثناء تشغيل السيستم بتاعك. your code is much more portable، تمام، ممكن تغير في الكود بتاعك بسهوله. you gain better، طبعا المقابل لانك الكيرنل هو يتحكم، انك تصمم الهاردوير انه يتحكم مباشره في السيستم بتاعك، تمام. you gain better control، طبعا انك تخلي الكيرنل هو بيتحكم، ده الافضل، على الرغم انه ياخد وقت من البروسيسنج، هيبقى ابطا شويه من لو كان الهاردوير هو اللي بينفذ الكلام ده كله، بس ايه هيسهل عليك برمجه التطبيق بتاعك، تمام. you gain better control of the application by letting the kernel dynamically decide when each task should run، تمام. طيب in fact adding low priority tasks will generally not affect the responsiveness of your system to high priority ones. طبعا لو الكيرنل بتاعك primitive، فطبعا التاسكس اللي ليها priority اعلى مش هتأثر لو انت ضفت ايه low priority tasks، تمام. طب في حاجة اسمها الـ RTOS أو Real Time Operating System. Real Time Operating System generally بيتكون من Real Time Kernel، تمام، بالإضافة لـ Higher Level Services. الـ Higher Level Services ممكن تتكون تشمل الـ File Management والـ Protocol Stack، تمام. وفي حاجة اسمها الـ GUI وحاجة والـ Other Components. طبعا الـ Protocol Stacks، لو أنت الـ Application بتاعك بيتكون مجموعة من الـ Layers، فهتلاقي في كل Layer فيها مجموعة من الـ Protocols اللي بتمشي على اساسها اللير، تمام. most of the additional services revolve around input output device. معظم السيرفيسز الباقيه بتتمحور حوالين الانبوت والاوتبوت، تمام. طيب critical sections، critical sections، تمام، بيقول لك critical section وليها تسميه ثانيه اللي هي critical region، دي عباره عن code that needs to be treated indivisibly، تمام. indivisibly يعني المفروض اول ما تخش فيه تستنى لحد ما تخلص الجزء ده، ما تعملش ايه، ما تعملش سويتش ما بين التاسك اللي انت شغال فيها دي او الجزء بتاع اللي انت شغال فيه، تمام، وجزء تاني من الكود، تمام. لازم تخش فيه ما تطلعش الا لما تخلص الجزء ده، تمام. واللي فور اكزامبل موديفاينج سوفت وير تايم اوف داي كلوك، لو انا رايح اظبط ساعه بيقول لك ريكوايرز ذات يو ابديت سكند مينيتس اورز ويزاوت انتربشن باي انتربت سيرفيس روتين اور اذر تاسك. لو انت راح تظبط الوقت بتاع السيستم، تمام، فالمفروض ما يحصلش اي انتربت، لان الوقت ده هو اساسه هتظبط كل اللي بيحصل في السيستم بتاعك، فاستنى لحد ما تظبط الوقت، بعد كده اي حاجه ايه تحصل بعد كده، يبقى لازم تعمل ايه، توقف الانتربت وتوقف اي تاسك انها تعدل في اي حاجه دلوقتي، تمام. there are many critical sections of code contained in typical kernels. في critical sections كتير في الكيرنلز، تمام. تمام بيقول لك if critical section is accessible by an interrupt service routine، لو critical section ممكن يكون accessible by interrupt service routine، تمام، and a task و task يعني في task و interrupt service routine، تمام، فانت في الحالة دي بيقول لك disabling interrupts is necessary to protect the critical section، تمام، يبقى لازم ايه تعمل disabling لل interrupt عشان ايه تحمي ال critical region دي او ال critical section. بيقول لك لو critical section ده accessible by task level code اللي هو مجموعة task ممكن يوصلوا له، the critical section may be protected through the use of preemption lock، تمام. لو انت مثلا في critical section وفي task واقفة موجودة جوه ال critical section ده، مش عايز اي task تاخد منها ال section ده، فالمفروض توقف ال preemption او تعمل preemption lock، تمام. preemption lock طبعا عشان ايه، مش تاسك ايه تاخد ال CPU من التاسك اللي شغاله في الوقت ده وممكن تخش في critical section، تمام. فانت عشان تجيبها من قصيرها المفروض تعمل ايه preemption lock. طيب في حاجه اسمها task management، the design process of real time application generally involves splitting the work، يعني بتقسم ال work بتاعك لمجموعه من التاسكس، each responsible for a portion of the problem، تمام. بقول لك kernels make it easy for an application program to adopt this paradigm. Most kernels support multitasking، طبعا كل الكلام ده اتكلمنا عنه، and allow application to have any number of tasks. طيب the maximum، طبعا ال maximum number of tasks ده بيتحدد بمساحة الميموري بتاعك، سواء كانت الكود أو ال space، الكود في الروم وال space في الرام available to sub processor، تمام.
Of course, there is potentially a limit to just how much work can be accomplished by the selected processor, and it is possible that an underpowered processor could prevent your lowest priority tasks to run. Underpowered ممكن معناها underpowered يا إما مش شغال بالسرعة المطلوبة تمام لتنفيذ كل التاسكس اللي هاي ليفل واللور ليفل تمام، أو ممكن يكون معناها برضو إن الرام خلاص اتملت أو مفيش مساحة من الرام تسمح لك إنك تشتغل في أكتر من تاسك في نفس الوقت تمام، طيب أو بعدد معين من التاسكس في نفس الوقت. ففي الحالة دي بنسمي أو في البروسيسور في الحالة دي بيبقى أندر باورد تمام، أو ممكن برضو من أسباب إنه يبقى أندر باورد إن مفيش طاقة كهربية واصلة له كويس تمام. بيقول لك في الحالة دي اللور لويس بريوريتيز هتهمل تمام، في الحالة دي هيبقى مركز على ال highest priority task تمام. في الحالة دي السيستم بنسميه في الحالة دي انه starve تمام starving تمام، او الكلام ده معناه starvation تمام. يبقى لو السيستم بتاعك مركز على ال higher levels تمام وال lower levels ما بيدخلش فيهم اصلا، ففي الحالة دي السيستم بتاعك في حالة starvation تمام. طيب بيقول لك task can access input output device، ممكن توصل لل input output device which again it can own or share with other tasks تمام. And as expected services are available from the kernel to ensure exclusive access to these input output devices. ممكن الكيرنل يخلي تاسك معينة يكون لها exclusive access على ال input output device، أو ممكن تشارك ال input output device مع تاسك ثانية. Do a task look like just any other C function؟ بيقول لك التاسك زي اي function في C ما عدا ان في اختلاف بسيط تمام. الاختلاف ده ممكن يكون في ايه؟ في شكل التاسك تمام. زي مثلا there are typically two types of tasks. التاسك اللي هم شكلين محددين في ال embedded systems او ال embedded software. بيقول لك يا اما run to completion يا اما infinite loop تمام. طيب ال infinite loop task تمام دي عبارة عن most embedded system task typically take the form of an infinite loop. هي infinite loop في while true أو while one مثلا بيلف على طول بينفذ الكلام ده ايه periodically تمام. بيقول also no task is allowed to retain as other C functions، ما بترجع يعني لو allowed to retain يعني هي بتفضل loop infinite تمام، فمفيش جزء بيرجع أصلا بين ال function تمام. As other C functions can be called they are special functions they just look like regular functions. هي شبه ال functions العادية that are managed by the kernel. طيب given that a task is a regular C function it can declare local variables. لو هي شبه ال function فطبيعي ان التاسك ممكن نحدد فيها مجموعة من ال local variables. ده شكل ال infinite loop task تمام، زي التاسك العادية بترجع حاجة طبعا دايما بترجع void وبتاخد void تمام، وهنا دايما بتلاقي في infinite loop. ال infinite loop شكلها while واحد مثلا في اللغة زي ال C تمام، فهتلاقي ده التاسك body must call a service to wait for an event تاسك بودي تمام، ودايما ايه بيلف في اللوب دي الى ما لا نهايه. طيب run to completion task، run to completion task بيقول لك must delete itself by calling the service provided by the kernel. يبقى لازم تنده على سيرفيس من الكيرنل تمام تمسح نفسها. طيب in other words the task starts يبقى بتبدأ performs its function بتنفذ المطلوب منها وبعد كده terminates وبتنهي نفسها تمام. طيب شكلها هيبقى بالشكل ده، ادي void وادي اسم مثلا ال function void تمام، وادي ال local variables لو انا هعرفهم هنا، وبعد كده ايه ال body بتاعها، وبعد كده لازم تنده على service provided by the kernel to terminate itself تمام. طيب بعد كده there will typically not be too many such tasks، بس بيقول لك المفروض السيستم بتاعك محتوش على عدد كبير من run to completion tasks. ايه المشكلة اللي ممكن تقابلك لو السيستم في عدد كبير من الران تو كومبليشن تاسك؟ بيقول لك such task in the embedded systems بيقول لك not be too many such task in the embedded systems because of the generally high overhead associated with creating and deleting tasks. بيقول لك عملية creating وعملية deletion دي بتاخد وقت من البروسيسور تمام، فانت لو عندك عدد كبير من الران تو كومبليشن تاسك بالشكل ده فهتاخد وقت جامد من البروسيسور وميموري كبيرة تمام. طيب بيقول لك البادي of the task can invoke other services provided by the kernel تمام. بيقول لك ان ممكن التاسك تطلب مجموعه من السيرفيسز من الكيرنل، زي مثلا السيرفيس بتاعت انها تعمل termination نفسها. specifically task can create، ممكن التاسك تعمل creation لتاسك تانية، ممكن تعمل suspend تأجلها او توقفها and resume other task، او تعمل resumption لتاسك تانية، او send signals او messages لتاسك تانية، او share resources with other tasks and more تمام.
ولكن other words tasks are not limited to only make wait for an event. يعني مش بس التاسك ممكن تعمل wait an event call, لا ممكن تعمل حاجات كتير, ممكن تعمل creation, ممكن تعمل resumption, ممكن تعمل suspension, ممكن تعمل حاجات كتير. تمام, you can call either C or assembly language function type. ممكن في الكود بتاعك اللي هو غالبا هيبقى في C ممكن تنده على function مكتوبة بالassembly language. تمام, in fact ممكن تنده على function مكتوبة بالassembly أو function مكتوبة بال C. in fact it's possible to call the same C function from different tasks as long as the function are reentrant. ممكن أكتر من task تطلب نفس ال function. تمام, ما دام ال function reentrant, reentrant يعني مسموح إن أكتر من task تدخلها في نفس الوقت. طيب بقول لك الستيتس بتاعت التاسك. طبعا الرسمه دي بقول لك الستيت الاولانيه بتبقى دورمنت اللي هي حاله خمول كده او سكون او ركود. تمام, بعد كده بيحصل لها كريشن فتبدا تبقى ريدي. تمام, بعد كده حاجه اسمها الكونتكست سويتش تحولها من ريدي لرننج. تمام, بعد كده الرننج ممكن تبقى ويتنج فور ان ايفنت, يجي في وقت معين تعمل ويتنج لايفنت في الحاله تبقى بيندنج او ويتنج. تمام, بعد كده لو التاسك عملها ديليشن ترجع تاني دورمان. تمام, لو الايفنت ده حصل تبقى ريدي, وبعد كده تستنى الكونتكست سويتش. طبعا ممكن يحصل لها بريمشن. تمام, اللي هي في تاسك تانية اتولدت السي بي يو في الوقت ده. تمام, فالفانكشن اللي هي كانت راننج دي يحصل لها بريمشن. تمام, بعد كده تبقى ريدي. طبعا ممكن يحصل لها انتربشن في حاجه تبقى انتربتد, ممكن انتربت, ممكن ترجع مباشره ل الحاله الرننج. تمام, او لو حصل انتربت مثلا وفي فانكشن تانية دخل او في تاسك تانية استلمها السي بي يو, في الحاله دي ترجع لحاله الريد وهكذا. تمام, طبعا ممكن من هنا ممكن يحصل لها ديليشن برضو ترجع لحاله ايه الدورمنت. تمام, طبعا في حاجه تانية مهمه هي المسج باسنج. تمام, بيقول لك it is sometimes necessary for a task or interrupt service routine to communicate information to other tasks. تمام, عايز يوصل معلومه لتاسك تاني. This information transfer is called inter task communication. تمام, يبقى الانفورميشن ترانسفير في حاجه بنسميه انتر تاسك كوميونيكيشن, يعني كوميونيكيشن ما بين التاسكس وبعضها. طيب انفورميشن كان بي كوميونيكيتد بتوين تاسك ان تو ويز. الكوميونيكيشن ده ممكن يحصل بطريقتين, يا اما من خلال جلوبال داتا, يعني في جلوبال في جلوبال فاريبل متعرف فوق كده في كل الفانكشن شايفاه. تمام, في اي تغيير المفروض ممكن ابلغ اكتر من الفانكشنز كلها او التاسكس بالتغيير اللي حصل. تمام, ممكن ابلغها بالتغيير ده من خلال ان انا ابعت مجموعه من المسج. تمام, طيب when using global variables, لما انت بتستخدم global variables بيقول لك each task or interrupt service routine must ensure that it has exclusive access to variables. لو هي راح تغير في ال variable ده, فلازم تتاكد انها عندها exclusive access او وصول حصري لل variable ده. تمام, بيقول لك if an interrupt service routine is involved, بيقول لك لو في interrupt service routine في الموضوع, بيقول لك the only way to ensure exclusive access to common variables is to disable interrupts. تمام, لو السيستم بتاعك فيه interrupt service routine, تمام, فبيقول لك المفروض تعمل disable ال interrupts لما تيجي تستخدم ال exclusive access. تمام, بيقول لك if two tasks share data, لو في two tasks بيستخدموا نفس ال data او يعملوا sharing لنفس ال data, بيقول لك each can gain exclusive access to variables either by disabling interrupts, اما توقف ال interrupts. تمام, او ممكن تستخدم حاجه اسمها السيمافور. تمام, السيمافور لو انت فاكر من الاوبريتنج سيستم, السيمافور ده عباره عن انتجر ممكن تحدده باي رقم معين. ممكن لو مثلا عايز تحدد اربع تاسك مثلا انها تقدر تخش مثلا جزء معين من الكود, اقصى عدد معين ان اربعه تاسك مثلا تخش جزء معين من الكود, فممكن تحدد السيمافور ده مثلا برقم اربعه. مثلا دخلت اول واحده فبتقلل السيمافور تخليه مثلا ثلاثه, دخلت الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما السيمافور مثلا يوصل رقم زي زيرو, في كده ايه توقف اي تاسك انها تخش في المكان ده. او ممكن تستخدم الميوتوال اكسكلوجن سيمافور او حاجه ثانيه اسمها الباينري سيمافور. باينري سيمافور اللي هو تسمح لواحده بس انها تخش في الجزء ده. تمام, بيقول لك نوت ذات التاسك كان اونلي كوميونيكيت انفورميشن تو ان انتربت سيرفيس روتين باي يوزنج جلوبال فاريبلز. تمام, بيقول لك خلي بالك ان التاسك ما تقدرش تعمل كوميونيكيشن مع الانتربت سيرفيس روتين الا من خلال الجلوبال فاريبلز. ممكن تعمل كوميونيكيشن مع التاسكس ثانيه باستخدام ايه زي اللي هنشوف دلوقتي في السلايد اللي بعدها. تاسك از نوت اوير وين جلوبال فاريبل از تشينجد. بيقول لك خلي بالك ان التاسك ما بتبقاش عارفه ان الجلوبال فاريبل بيتغير. تمام, من خلال انترابت سيرفيس روتين الا لما انترابت سيرفيس روتين سيجنالز التاسك, يديها اشاره كده ان الفاريبل ده اتغير, او التاسك تعمل حاجه اسمها ايه بولينج. تمام, تعمل بولز للكونتنت اوف ذا كونتنتس اوف فاريبل بيريوديكالي, يعني كل شويه تعمل تشيك على الفاريبل اللي هي بتستخدمه ده هو اتغير ولا لا. تمام, طيب بيقول لك المسج باسنج في طريقه ثانيه. مسج مسجز كان بي سنت تو
an intermediate object called message queue. بيقول لك ان المسجز بتاعت التاسك دي ممكن تبعتها على object، تمام؟ الاوبجكت ده اسمه المسج كيو، تمام، او الطابور بتاع المسجز. بيقول لك multiple tasks can wait for messages to arrive in a message queue. ممكن اكتر من تاسك تفضل مستنيه للمسج دي اللي جايه من المسج كيو، تمام. الكيرنل بقى generally gives the received message to the highest priority task waiting. طبعا هو بياخد المسج ويديها للهايست priority تاسك اللي مستنيه ايه المسج دي، تمام. بعد كده الاقل في البريوريتي وهكذا for message for that queue. When a task waits for a message to arrive, it does not consume CPU time. بيقول لك المسج هي مستنية، هي التاسك هي مستنية المسج دي ما بتستهلكش أي جزء من CPU time. A message queue is a kernel object. هي عبارة عن object تبع الكيرنل allocated by the application. In fact, you can allocate any number of message queues. ممكن يبقى في أكتر من message queue. ال all limit في الحالة دي على عدد المسج كيوز أو مساحة المسج كيو أو ال المساحة بتاعت المسج كيو. الحالة الوحيدة اللي بتحدد الـ amount of RAM available، تمام. The only limit is the amount of RAM available، عدد المسج كيوز ومساحة كل مسج كيو بتحددها الرام المتاحة، تمام. طبعا المسج باسنج عبارة عن كل تاسك دي رسمة بتمثل مسج باسنج، مجموعة من التاسك أو مجموعة من interrupt service routines، تمام، بتنده على فانكشن معينه زي مثلا او اس كيو سند دي، تمام. هتبعت مسج معينه وتحدد طبعا المسج عباره عن ايه والتاسك اللي هتستلمها. مسج توصل مسج كيو، تمام، مسج كيو ده ليه سايز معين، تمام. بعد كده ايه المسج كيو، بعد كده نحدد بعد كده ننده على فانكشن او اس كيو ريسيف، تمام، وابعت لها ايه وابعت الداتا او المعلومات للتاسك اللي مستنيه المسج دي، تمام. ده دي المحاضرة الرابعة، تمام. شكرا، بالتوفيق.